وكم سيد الوزير على ارض الواقع راه ما كاين حتى حاجه في هذا الشيء. الشيء اللي تفع بينا باش نطرحوا هذا السؤال وندق ناقص الخطر في هذه الامور ديال اللي عندها علاقه بالتكوين، تكوين الطبيب. تعرف الان واحد الضبابيه كبيره في المغرب على ارض الواقع، وانا تنتكلم معك كممارس ماشي كنائب برلماني. ثانيا لاحظنا ان هناك غياب مقاربه تشاركيه في النقاش، قرارات يعني بشكل احادي على غرار مجموعه ديال القرارات في الحكومه ديالكم السيد الوزير. يعني لاحظنا بانه طلبه كاين احتقان كبير، دابا تيلوحوا بسنه بيضاء، مقاطعه الامتحانات، يعني مجموعه ديال الامور خلاتنا نطرحوا هذا السؤال في هذا الظرف. نحن في الحركه الشعبيه تنطلبوا منكم التاني، الجراه اللازمه، ولما لا اعاده الاعتبار في هذا القرار كما جاء في جوابكم السيد الوزير. يعني هذا الشيء كامل تيصب في واحد الاتجاهين او ثلاثه، اولهما انجاح الورش الملكي السامي الدوله الاجتماعيه كاملين منخرطين فيه، والطبيب تنعرفوا له دور مهم جدا، يجب ان يكون عنده تكوين يعني في مستوى عالي. ثانيا ارجاع القيمه اللي كانت عند دبلوم الطبيب في المغرب، هذا الشيء كامل تنسبوا فيه. يعني وما فهمتش انا هذا التناقض. انتم ناقشنا وصادقنا على مجموعه وترسانه قانونيه لتم بنيه تحتيه مؤهله جهويا لسي اش يو لفاكولتي دو ميديسين، وتتناقضوا تطلعوا المده لسبع سنين، لست سنين تتنقصوا عام، والطبيب بغى يقرا في سبع سنين. عندنا بنيه تحتيه، عندنا ترسانه قانونيه، نخليو هذا الامر يكون جاذبي جدا ويخلي الطب يخدموا هنا، يشتغلوا هنا من خلال